اس مجلس کا آغاز کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں حافظ و قاری محمد افسار صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، اسٹیج پہ آئے اور اپنی سہیلی انداز میں اس مجلس کا آغاز کرے قرآن مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وغمنه الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.